وسيكوما سانتي وماي في هذه المنافسات. اسماء قوية الآن وزن أقل من 50 كيلوغرام والعنصر النسوي حاضر. سياحة عائشة ستكون صاحبة آكا أو اللون الأحمر، والمصرية ستكون باللون الأزرق أو أنيطة المهام على مستوى التحكيم لقيادة هذه المواجهة للحكم التونسي ناصف عبد القادر على الصورة، وهو حكم هذه المنافسة. باقي القضاة نخليهم لك سعد الله، يعني القضاة يكونوا على مستوى التباري. على اليسار ديالو القاضي رقم واحد عائشة من السنغال، ثم القاضي رقم زوج من جنوب افريقيا سيم، القاضي من نيجر اوكورو، القاضي رقم اربعه من الجزائر الزبير، ثم الكانسا او مراقب المباراه بكوادي من بوتسوانا. تلقت المنافسة، قول جينا مع البطل المغربي اللي عنده اللون الأحمر، ويبدو أن هنالك خروج من خروج أرضية اللاعب بن شوكوكو، الإنذار من الدرجة من الصنف الثاني. إذن النتيجة كتكون واحد النظام كتشرف عليه سبور داتا، يعني النتيجة كتكون في الحين. إصرار كبير لأن مشاهدة البطلة المغربية اللي نتمنى أنها تكون متوفقة وتتمكن من إنهاء التمارين الصالحة، وبالتالي تحصل على ميدالية ذهبية، نلعب للحصول على الميدالية الذهبية. نعم، إذا محاولة والحكم كيطلب باش يدخلوا في اللعب قبل إعطاء الإنذار ديال طريقة جيدة، عملية أخرى أو لا حركة أخرى من الحكم اللي كيطلب باش ينفصلوا وكراتي. إصرار كبير، كل حدا كتحاول من سقطك شي خطا. البلي كذلك مره ثانيه الحكم كيطلب منهم عدم اللعب بالسلبي. نعم. ودخول غمار تبريد قبل احسن اعطاء الانذار لكل متابعه لكل متباريه غير بالنسبه ل عائشة السياحة عندها الإنذار الثاني، أما المصرية فالإنذار الأول من نفس الفئة. محاولات ممكن في حالة تعادل يستفد منها حركة ناجحة المهاجمة أو لا البطلة. طريقة أخرى التعامل من كلهم كيخدموا يستعملوا الأرجل بجوجاتهم. البطلة المغربية أكثر جرأة وأكثر بحث. نعم، البطلة المصرية ترجع للخلف فقط إلى حدود الساعة. نعم، إذا ترقب من المصرية أنك أكيد كيعفوا بعضياتهم. إذا المحاولة المسك وبالتالي يكون عند الإنذار الثاني. إذا نفس عدد الإنذارات. نعم، عدد الإنذارات ونفس وتعادل تعادل. إذا محاولة هنا سقوط ديال المصرية. الحكام في هذه اللحظة هذه يعني تعليمات لا تنقطع، التعليمات ديال المدربين. كل وحدة بترقب كتحاول تسجل بدون اي خطا. اذا وكراتي كيطلب الحكم من اللاعبتين باش ينفصلوا. جانب المدربين كاين ايضا حكام. نعم، شنو الهدف؟ نعم، جانب المدربين بجوج كاين حكام، شنو هدف الحكم احدى المدرب؟ لا، مش هذاك ماشي حكم، وانما هو مراقب ديال المدرب
في محل هذه الحاله هذه الجواب هو الفار وزن ديال فيديو ريفيو فيديو ريفيو الحكم كيدير واحد الاشاره في هذا الطاري ممتاز كيدير واحد الاشاره هنايا كيوقف هادشي اللي بغينا نعرفوا يعني شنو الدور ديالو هو الفار هو كيطلب فيديو ريفيو فيديو ريفيو إعادة الفيديو إذا انت يتعاد هذاك العرض اللي كيكونوا مشرفين عليه جوج ديال الحكام ذوي الدرجات العالية إذا غادي يدير تريماسن بمعنى ما توفقش في هذيك النقطة اللي طلبها بين إصرار إذا آتا نقطة آتا نقطة مغربية آتا ثم إشارة إشارة لسانشو يعني الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع المؤذن فعلا إذا جوج ثواني نعم ثانية ميدالية ذهبية مغربية ميدالية ذهبية مغربية برافو إشارة بالنسبة لعائشة من البطلات زعما الممتازين في عند مستوى عالي في المغربيات كذلك المصرية عندها ألقاب عالمية ورغم ذلك جراحة رياضية عالية برافو صراحة ان دار الدراسة المباراة وماشي سهل باش غتوصل لهذا الدور النهائي يعني مستوى من يعني العناصر القوية في المنتخب الوطني المغربي فرحة كبيرة كبيرة برافو برافو عائشة سياح برافو عليها لأنه فعلا بطولة إفريقية ماشي سهلة وشوفنا الطريقة شوفنا الطريقة ما تأخرش كي حتى لقات السبيل لقات الحل باش أنها هي المنافسة بشكل جيد